بسم الله الرحمن الرحيم. مجلة جاج المقروءة والمسموعة نجدها على اليوتيوب وعلى التليجرام وأيضا مطبوعة. تقدم لكم فقرة جميلة طبعا لقرائها وهم الطلبة من 12 الطلبة بنات وأولاد من 12 سنة إلى 16 سنة، هم وأولياء أمورهم أولياء أمورهم. تقدم لكم فقرة جميلة خفيفة على التويتر، هناك هاشتاج على التويتر دائما في هاشتاج بتنشهر، فنرجو أنكم تتابعوها. نقولها بالصوت وبعدين نقول الهدف منها. هاشتاج هل أندرسكور بيل جيت أندرسكور صديق. الأندرسكور يعني مسافة اللي هي الشرطة اللي تحت اللي على السطر، شرطة على السطر، عشان اللي ما يعرف يعرف الهاشتاج هي يعني التواصل أو طرح. طبعا يسمى وسم وأنا ما أحب الوسم، يعني أعلم أو أشهر السؤال ده عشان الناس يعني التواصل أو طرح. طبعا يسمى وسم وأنا ما أحب الوسم، يعني أعلم أو أشهر السؤال ده عشان الناس يتابعوني. فإذا السؤال إيش هو؟ هل بيل جيت صديق؟ ففي التغريدة تسألني، يعني أنا بقول هل بيل جيت صديق؟ تسألني صديق لمن؟ طبعا هذا الكلام أو هذه الهاشتاج فرصة لكل واحد يمشي على الطريقة دي، على الأسئلة دي، على الكلام ده. هل بيل جيت صديق؟ تسألني صديق لمن؟ أقول صديق للمؤامرة. تسألني أي مؤامرة؟ أقول وباء الكورونا. بعدين قلنا هاشتاج كوفيد 19 في متابعين كثير. الآن نجي للجانب الإنجليزي. In English نقراها بالإنجليزي، إنجليزي يا مرسي. In English is hashtag Bill Gates a friend؟ A friend. You ask a friend. You ask me a friend to whom? I tell to conspiracy. To conspiracy. You ask which hashtag conspiracy? I tell hashtag COVID-19.